وخلينا نقول ان ربنا سبحانه وتعالى، ونركز في الكلام ده يا سادة مشاهدين كويس قوي، اكتر من 6 دعاء. عدوا معايا كده: والعاديات ضبحا ادي 1، فالموريات، قدحا فالمغيرات، صبحا فأثرن به، نقعا فوسطن به. جمعا. دول 5 أيمان. ايه؟ لا، 5 أيمان ربنا خمس ايام. بيحلف. لا، فوسط ما به دي حاضر أقول لك الايامين. أهو، 5 أيمان. ال5 أيمان دول ربنا بيقسم بيهم على حاجة واحدة بس: ايه؟ إن الإنسان انسان لربه لربه لكنود. لكنود. 5 أيمان. خدوا بالكم، الله لا يقسم إلا بعظيم، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا على شيء عظيم، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا لشيء عظيم. ماشي، خلاص؟ أقسم أكيد. الله سبحانه وتعالى بتلك الخيل التي تجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهنا واقفة. طيب، لما ربنا يقسم بالتي تجاهد في سبيل الله، يبقى ده بيورينا ايه؟ بيورينا درجة الجهاد في سبيل الله. طب الجهاد في سبيل الله هل يا ترى متوقف عند السيف؟ الجواب لا، طبعا. إنما الجهاد في سبيل الله قد يكون بالمال، وقد يكون بالكلمة، وقد يكون بالبرنامج الإعلامي، وقد يكون بالعمود اللي في صحيفة، وقد يكون بالبوست اللي على الفيسبوك. كل هذا نوع من أنواع الجهاد، وغاية الأمر الإخلاص. طيب، الأمر الثاني اللي محتاجين نتكلم فيه، لما نيجي في القرآن الكريم لازم نفرق بين مصطلحات، وبكلم الكلام ده لشبابنا مش للناس الكبيرة، للشباب اللي هم دلس عليهم الأمر. في فرق بين الجهاد، وفي فرق بين القتال، وفي فرق بين المقاتلة. خلي بالكم من الكلام ده كويس أوي. فالجهاد في الإسلام لا يكون إلا دفاعا وردا للاعتداء. الجهاد في الإسلام إيه؟ دفاع ورد للاعتداء. يبقى الجهاد في الإسلام ما فيهوش ابتداء. طيب، القتال غير المقاتلة. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال: قال أمرت أن إيه؟ أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وده حديث بالنسبة للناس بياخدوا شوكة في ظهر الإسلام. أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله مش معناها ذبح الناس، ومش معناه أجبر الناس على أن يقولوا لا إله إلا الله، إنما لا، أمرت أن أقاتل أي أبذل غاية الجهد في إيصال كلمة لا إله إلا الله. ست دعاء أول ما جت برنامج اسأل مع دعاء، قالت سأقاتل حتى يقوم برنامج اسأل مع دعاء، هو البرنامج الأول على العالم العربي. هل يا ترى هتموت كل المذيعين؟ اه، زي ما يقول لك ده فلان مستقتل على بس كده. النجاح، ده فلان يبقى مستقتل. احنا محتاجين نفهم المصطلحات دي كويس قوي علشان ندركها. يبقى القتال غير المقاتلة، ماشي كده، غير الجهاد. طيب، الجهاد في سبيل الله زي ما احنا قلنا كده لا يكون إلا دفاعا وردا للاعتداء. ما نبدأش بالجهاد أبدا، احنا مش أمة تبدأ بالعدوان أبدا، خدي بالك. طيب، ولأن الشيء بالشيء يذكر، لما نروح لآية سورة الأنفال اللي طبعا عملنا هسهس كلنا معايا كده، ها، اللي هي ترهبون به عدو الله وعدوكم، مش كده ولا ايه؟ صح، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ركاب الخيل، ترهبون به عدو الله وعدوكم. يقول لك ادي دليل ان الاسلام دين ارهاب. ترهبون، القصد هنا لازم نفهمه كويس قوي، خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي. القصد الذي اراده الاسلام ان يكون للدولة جيش قوي، وان يكون لدى الدولة سلاح متطور، وان يكون لدى الدولة كل وسائل التكنولوجيا التي تمكنها من ان تدفع عن نفسها وان تزود عن نفسها. لكن يا ترى السؤال، هل ابتدأنا على احد بالعدوان؟ لا. رحم الله شيخنا وهو يفسر لنا تلك الآية، كان يقول لنا حاجة جميلة قوي، كان يضرب لنا مثل جميل قوي، يقول لنا في واحد ساكن في المنطقة أخته جميلة قوي، فاتنة الجمال، لكن الأخ الكريم ده المصلي الصائم بتاع ربنا في حاجة واحدة بس، بيروح الجيم يقعد يتمرن حديد، فعضلاته ما شاء الله يعني ظاهرة من كل مكان. يقدر واحد يعاكس أخته؟
يقدر واحد يعاكس اخته؟ ابدا. طب هو في نفس الوقت اذى حد؟ لا. لا. اعتدى على حد؟ لا. زعل حد؟ لا. ده بيوريك ان معنى القتال في الاسلام ومعنى كلمه ترهبون. طيب، والعاديات ضبحا هي الخيل التي تجاهد في سبيل الله، فالموريات قدحا، الخيل لما بتضرب في الارض يخرج من قدمها نار. فربنا سبحانه وتعالى يقسم بتلك النار التي اشتعلت في سبيل الله، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم كان يغير عليهم الصبح. فربنا سبحانه وتعالى بيقسم بالتوقيت، فالمغيرات صبحا، في الصبح. فأثرنا به جمعا، فوسطنا به نقع. يعني إيه؟ يعني هذا التجمع لهذه الخيل، وهذا التوسط لتلك الخيل، وهذا الدخول لتلك الخيل، أدي الجمع وأدي النقع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك المشهد ده كله بما أثاروه من غبار، وبما أثاروه من عظمة، وبما لفتوا النظر إليه من شدة. إيه يا رب بتقسم لده كله؟ إن الإنسان لربه لكنود. من هو الكنود؟ هو الذي يعد النقم ولا يبالي بالنعم. هو الإنسان الذي إيه؟ يعد النقم ولا يبالي بالنعم. ده الإنسان بشكل عام. طبعا. أي إنسان، أي إنسان إذا أصيب بمصيبة ملأ الدنيا ضجيجا، وملأ الدنيا صراخا وشكاية، وإذا أصيب بنعمة لا تسمع له شكرا ولا تسمع له صوتا. هو الإنسان الذي يعبد الله على حرف، كما قال القرآن: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.